باش نتواصلوا مزيان، انا عندك سماجير باش نواجه من اللغه العربيه بعدا هذه السن بين على الشيء الشين للمعطلين للفرع المحلي من النظره حملات الشواهد. عندما اقول حملات الشواهد يعني زيباك قاعد نسمج معطلين الى جلبار، معطلين الى تدوك، معطلين الى جلا ريسورس، معطلين استكمالا دراسات المعمقه المصدر. نزد نهارا باش النظر امام جماعه احتدا على اعتبار جماعه السنغال بلديه الناظور، وهذه الجماعه التي نتواجد امامها الان، بان المقاربه الامنيه ليست بالصحيحه، وان المقاربه الصحيحه هي فتح حوار جاد ومسؤول مع مكتب الفرع المحلي على غرار الحوارات التي نخوضها مع الجماعات السالفات الذكر. تواجد لان امام جماعه احتدن هو اعتصام امام هذه الجماعه، هو اعتصام انذاري المسؤول الاول عن الجماعه، ونقول لهم مجددا بان المقاربه القمعيه ليست بالصحيحه، والتواجد لان امام هذا الباب هو انذاري فقط. مره اخرى ستكون اشكال نضاليه مستقبليه، واشكال ستكون من داخل الجماعه، وليتحمل المسؤوليه في ذلك، وفليرجع الى تاريخ الجمعيه الوطنيه لحملات شهادات المعطلين بالمغرب. عندما الفرع المحلي يقرر فانه ينفذ الشكل النضالي رغم كل المعيقات، رغم كل المقاربات القمعيه التي تتصدى لنظامات الفرع المحلي وناشد الرفاق جماعه احتدن. تواجدنا امام هذه الجماعه بناء على ملتمس حوار قدمناه لرئيس الجماعه وفق المذكره المطلبيه، عوض باش يستجب الملتمس الحوار ديال الفرع المحلي باش يجلس على طاولة الحوار. نؤكد له هذا الرئيس بأن الفرع يتبنى آلية الحوار، لا داعي باش يجيب لنا القوات المساعدة، لا داعي باش يجيب لنا لي جوندارم، لأن باش نذكروه مجددا بأننا حملة الشواهد ماشي شي كلوشارات ولا شي فولتاجية جاية باش تخرب هاد الممتلكات العامة. لنذكرها مجددا بلا ان هذه الممتلكات العامه هي ممتلكات ديال الشعب المغربي، وهاد الموظفين من داخل جماعه احتدن حنا اللي كنخلصوهم من دفع الضرائب ديالنا على جماعه احتدن. في المرتبه الاولى ان تحل الملفات الاجتماعيه التي تعاني منها ساكنه احتدن، هي اولى بذلك، وتوفير مجموعه من المرافق لخدمه حملات السواعد، لان نؤكد كذلك بان جماعه احتدن هي المراه لهذه المدينه لحل المشاكل الاجتماعيه، عوض اعضاء مكتب الفرع المحلي والاستجابه للمذكره المطلبيه. ختاما الرفاق الرفيقات، نحيي الجماهير الشعبيه لساكنه احتدن اللي تواجدت معنا في هذا الشكل النضالي، نحيي كذلك الرفاق والرفيقات في الفرع المحلي على الصمود ديالهم والتضحيه، كذلك نحيي المنابر الاعلاميه الجاده والمسؤوله التي تغطي اشكال النضاليه، كل من ساهم معنا بالقريب او بعيد. الرفاق يرفع شكرنا النضالي، وتحيه نضاليه وشكرا.